قيامتها وأنت تندب حظك. تعرف أن ما يندب الحظ إلا من فقد الأمل في المستقبل، وفيصل إن شاء الله ما هو فاقد الأمل في المستقبل. والله أنا عندي تخطيط للمستقبل وآمل للوصول إليه، لكني أندب حظي إلى هذا اليوم بكل صراحة. كم سنة من ندب الحظ؟ 7 سنين تقريبا. ما كفتك لأنها ما أثمرت؟ لا، أرى أن حظي ما زال مستعصي لحد الآن. طيب مو ممكن حظك مستلذ بأنك قاعد تندبه، فلذلك لا زال ما انعسف لك. ليش ما تتجاهل ندب الحظ هذا وتلتفت للمستقبل؟ التفت للمستقبل لكن ما زال الحظ معاند. راح نروضه إن شاء الله على نهاية الحلقة. شاعر ابن شاعر تخطى في شاعريته شعار لهم زمن، ولكن الاسم الملهم لشاعريته مجهول إلى الآن. تتلخص نشأة فيصل وطفولته في شوارع الورد ومدينة الورد الطائف، اللي نمسي على أهلها بالخير. رسمت أحلام مستقبلية في مجال كرة القدم وتحديدا لنادي الهلال. كأول نادي يحبه فيصل ويتعصب له من طفولته مع عيال الحارة. وبعد هذه المرحلة تم تسجيلك بنادي لتدريبك كرويا وترشيحك لنادي الوحدة لأنك مهاري. صحيح. من طباعك الشخصية العناد، الإصرار، يثابر حتى يصل للهدف المخطط له مهما كان الثمن. ما شاء الله تبارك الله. أول المحطات الجامعية تخصص في إدارة أعمال 2 سنين، وبعدها تم التحويل لتخصص الأنظمة في كلية الشريعة، وتخرج منه بتقدير ممتاز ما شاء الله تبارك الله مع مرتبة الشرف 2022 من جامعة الطائف. ودع أحد أحلامه الوظيفية بعد قبوله، هو حلم لكن قبلت وودعت هذا الحلم لسبب صحي. صحيح. عملت في وظائف كثيرة يا فيصل مختلفة، أحدها شركة رائدة ومتخصصة في العطور. صحيح. وكذلك في أحد المحلات الكافي العالمية. صحيح. عالمي جدا. أقدمت على خطوة قانونية جريئة جدا وانتصرت فيها، وتتضح القصة إن شاء الله في باقي المحاور. فيصل بن نياف العصيمي العتيبي، منور الدنيا. نورك أبو سعد، الله يطول عمرك. يلا حيه. الله يبارك فيك. كيف أمورك؟ سامت أمورك. كيف عندك أي تعديل على المقدمة؟ لا، بس عندي تعديل على تاريخ التخرج. مش 2022؟ لا. كم؟ 2023. الله يوفق على كل حال. في النهاية هي شهادة تخرج حصلت عليها ما شاء الله تبارك الله بمرتبة الشرف. صحيح. من جامعة الطائف. الحمد. شاعر ابن شاعر تخطط شاعريتك شعار لهم زمن، ولكن من ملهم فيصل في هذا المجال؟ والله الإلهام صعب. أنا ما حاولت أني أتقمص شخصية أحد من الشعراء أو أني أحاول أني يلهمني، لأن الشعر إذا حاولت تبرز لكن لازم يكون لك شخصية متفردة. مثل بعطيك مثال بسيط وانت بتفهمني مساعد، مثل الاعلام. اذا تقمصت شخصيه احدى المقدمين او احدى الاعلاميين بتضيع، لانك لنت اذا ما اتقنتها بالاتقان التام وتفوقت عليها بيقولون قلد فلان وفشل، واذا قلدتها وصرت افضل منه قالوا ما نجح الا لانه قلد فلان. لذلك الشعر والله انا ما حاولت اني اتقمص شخصيه احد. ألهمني في الشعر تقريبا والدي، لكني ما تقمصت شخصيته الشعرية. هل أنت أفضل من والدك الحين؟ العين ما تعلى شعريا. العين ما تعلى على الحاجب، لا شعريا ولا غيره. والله لا، بس تعرف أنه الأب هو دائما ما يتمنى، الأب والأم، ما في أحد في الحياة يتمنى أن شخص يكون أفضل منهم إلا الأب والأم في نظرة أبنائهم. صحيح. فأنت أفضل من أبوك. ما زلت لم أصل إلى هذه المرحلة لحد الآن، ما وصلت. تواضع ولا بر؟ غصب عني، ما هو بتواضع على بر. ليه فيصل يعاني من تعنيف؟ مو بتعنيف، بس هذا رأيي أنا شخصيا. أشوفه مفروض علي غصب. كأني أشوف أبوك الآن نور الشاشة يقول لا والله إن فيصل أفضل مني. هذا رأيه. ما تحترمه طبعا الرأي هذا. أحترمه لكن لا أجزم أنه صحيح. طيب فيصل 7 سنوات شاعر، أو 7 سنوات برزت في ساحة الشعر، كيف كانت البداية؟ من أنطق ما بداخلك؟ أنطق ما بداخلي
لا لا ما يعني تستحي من البداية إيش فيه؟ والله مو باستحياء بس إنه موقف صعب. أنا توفى ولد عمي الله يرحمه، ومن هنا انطلقت بداية الشعرية في مرثية فيه، مع أني لا أحب ما أحب شعر الرثاء أبدا ولا أحاول أني أكتب. أول ما كتب فيصل كان مرثية؟ نعم مرثية في ولد عمي، وأذكر منها بس بيت. وش قال فيه؟ أقول في بعد الوفاة تقريبا فترة سموا عليه، سموا أشخاص عليه، مواليد جدد سموا على المتوفي، سموا على اسمه. طيب فالله يطول عمره ويحفظهم إن شاء الله المواليد الجدد، لكن أقول كل انطمع باسمه وسمى عياله ما يعرفون أن الاسم حمله صعب. الله الله، توفى الله يجعله في الجنة. وكم عمره؟ عمره تقريبا 25 سنة، وكانت والله كسرة بالنسبة لي، لأني حضرت الموقف أنا بنفسي، وكان موقف صعب. يعني كنت جالس عندهم، أنا وقتها كنت حاضر مناسبة عندهم، شاعر الله يرحمه طلع قال لي قصيدة في المناسبة، واليوم الثاني راح لدوامه، فقالوا لي نبي نمشي للطائف. قلت بستغل الفرصة معهم، بما أني بمشي للطائف ما راح أركض اليوم. وين كنتوا أصلاً وقتها؟ كنت في الرياض. هو من سكان الرياض الله يرحمه. قلت بخلي نومتي في السيارة. فقعدت تقريبا الساعة 2 الظهر، كنا ننتظر على الغداء، اجتمعنا على الصحن، قالنا أبوه واصل الآن، اتصل علينا وواصل، خلونا بننتظر على الصحن. قاعدين على صحن الغداء، فجاه رفع التلفون أبوه، سلام عليكم السلام، فجأة فز ودخل جوا الصالة حقت البيت. فجأة نسمع صياح غير طبيعي. طبعا البيت موجود فيه إلا عمتي، دخلنا كلنا البيت أنا وأخوانا، وش صاير فجأة لقينا عمي مرتبك وطالع من البيت. فاستغربنا كذا، طلع على طول، فجأة عمتي مرتبكة والوضع ملخبط. طلع متصل عليه الشخص الله يهديه وقال له ان صاحب الجوال توفى على طول بلا مقدمات. بلا مقدمات صاحب الجوال. وش يقرب لك صاحب الجوال ده؟ قال ولدي، قال الله يعوضك توفى. ايش تقول؟ يا الله يعوضك توفى، وترى راحوا اللي يطيب منه. هذا اسلوب فكان يعني رد صادم جدا، ودمر نفسيته وأتعبه شخصيا، لكن طلعنا معه، درينا في الموضوع شيء، طلعنا معه. أول ما وصلنا لقينا الجميع باشر الموضوع وتصرفوا معه، لقينا متوفي. الله يجعله في الجنة يا رب العالمين. نستفيد من القصة هذه، غير الدعوات له عسى الله يجعله في الجنة وموت وموت المسلمين، أنه ترى نقل الخبر ترى مسؤولية، إذا ما أنت كفؤ لها لا تنفذها، ما انت مجبور، لان ما في اي اسلوب بشري يتعامل بهذا الاسلوب. الوه ايش تقرب لصاحب الجوال ايا كان، والله لو كان عامل عندي ترى توفى وراح اللي اطيب منه. يعني ما ادري ايش اقول، لكن نقل الخبر مسؤوليه، والله لا يجعلنا في هذا الاختبار والامتحان يا رب العالمين. على من تسمى فيصل؟ على خالي فيصل بن شباب الله يطول عمره. ماذا ايش يقول لفيصل الان؟ أقول لها بشرب سعادتك، وبإذن الله أني لا أحمل لواء هذا الاسم وأشرفه بإذن الواحد الأحد. الله يمسيك بالخير يا فيصلنا كلنا، خالك عسى الله يطول بعمره. دخولك في مرحلة، كم كان عمرك يوم انضميت نادي الوحدة؟ والله تقريبا 11 سنة إذا ما خانت الذاكرة. ناشئين إيه؟ إيش صنع منك هذا الإنجاز وقتها؟ والله أنا ما مو دخلت نادي الوحدة، أنا دخلت إحدى الأندية وكلمني خالي فيصل قال لي أتواصل لك مع نادي الوحدة. أتواصل لك معهم. طيب إنهم يشوفون لك الموضوع إنك تدخل وتتدرب معهم. قلت له تمام، أنا ما رجعت في الموضوع هذا لا لوالدي ولا لوالدتي، أعطيته من راسي وتوني وقتها صغير. طيب قلت له تمام. في إحدى المرات جاء إحدى الكشافة كلمني في دوريات مدارس. طيب قال لي تعال، اسمك من وين ساكن، كم عمرك، الى اخره، رقم والدك،
قال لي نبيك تنضم معنا في النادي. ايش كانت؟ ما سألته وش النادي ولا اي، كانت فرحتي يعني طغت على شعوري وقتها وطغت على تفكيري وعلى عقلي. قلت له خذ رقم الوالد تواصل معه، بس كانت ردة فعل الوالد صادمة شوي، انه رفض رفض قطعي لا للفيصل خالي ولا للكشافة ولا لأي احد، رفض اني ادخل المجال الكروي. السبب متعلق بالدراسة، انه كان يفكر تفكير تعليمي بحت. ايش كان مركز او خانة فيصل في اللعب؟ مهاجم. مهاجم 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 ولا مها؟ مهاجم 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 هداف. اذا هذه شخصية الفيصل في الكورة، وينها الان الشخصية هذه؟ هل معليش، هل وأدها ابوك في ذيك اللحظة وقتلت الشخصية هذه؟ لا ما قتلت، بس لازم تفرق بين شخصيتك الاجتماعية وشخصيتك الكروية وشخصيتك الشعرية. لو قلنا في الكورة انت مهاجم، اجتماعيا ايش مركزك؟ الله اني ارى اني مهاجم ايضا. في الشعر ايش مركزك؟ لا في الشعر ما احب الهجوم، الشعر صانع لعب. صانع لعب؟ صانع لعب. تصنع لغيرك؟ جدا كثير. من اخر شخص صنعت له؟ والله في شخص عزيز على قلبي لكن ما ودي اصرح باسمه، التلبيسه اللي رغبته. تصنع له بمقابل؟ يعني فيصل يبيع شعره؟ لا، وصل لو اتيحت الفرصة يمكنني، لو تسوم احد قصايدي يمكنني اعطيك اياها الحين. يعني ما عندك مشكلة في الامر هذا؟ والله ما عندي اي مشكلة ابدا. اخر صناعة لعب شعرية متى كانت؟ قبل كم تقريبا؟ قبل سنتين. قبل سنتين وسنتين الى الان ما صنعت لاحد ولا اللي حولك؟ لا اصنع لنفسي، من سنتين وجاي قمت اصنع لنفسي. هل تصنع لنفسك ولا اللي حولك يرون ما عاد في قيمة لك فلا يبغون صناعتك الشعرية؟ لا صرت اصنع لنفسي عشان اقوض. عشان تقول. من صانع الشعر في برنامج زد رصيدك؟ صانع الشعر فيصل. فيصل نياف. ايه؟ ليش ترددت قبل ذكر الاسم؟ لاني احس نفسي مقول ما هو بصانع زد رصيدك. اوف، من الحارس؟ ما في حراس، الشعر ما في حراس. يعني ما في ولا شاعر معك في النسخه؟ لا في شعر واجد. طيب كيف تقول ما في حراس؟ بس بعضهم ظهير وبعضهم جناح وبعضهم برا الملعب وبعضهم اذا تعبنا يدخل دكه، ما في مشكله. من اكثر شخص طول في الدكه؟ اكثر شخص طول في دكه الشعر في زد رصيدك؟ متعب بن ذايب. بالرغم انه يستحق انه يكون مهاجم؟ يستحق. قدمت على وظائف بعد الثانوية مباشرة يا فيصل، صحيح. رغم الأحلام اللي كانت مرسومة لتخصصك الحالي اللي هو الأنظمة، صحيح. وش حصل في ذيك الفترة وليش ما دخلت أنظمة في البداية؟ إيش المعمعة اللي دخلت فيها بعد الثانوية؟ والله المعمعة كانت بسبب الدرجات، يعني اجتهدت سويت اللي علي، لكن كانت المفاضلة أفضل من في أفضل منك إيه الدرجات الموجودة عندي. فأنا كان حلمي أصلا من البداية كان حلمي طب الصراحة، لكن تبخر بعد الثانوي بسبب المعدل النهائي. بسبب المعدل النهائي وبسبب شخصيتي، ما أجد شخصيتي أني أكون طبيب، أو من غير استنقاص في الجميع، لكن أشوف شخصيتي أني شخص قانوني. قانوني قانوني. فقدمت وكنت راغب بالقانون، حطيت اصلا اول الرغبات في التقديم. فجاه تفاجأ ان القبول جاني في اداره الاعمال، فصارحت ابوي قلت له بترك الجامعه السنه هذه وبقدم، بحاول اني ارفع الدرجات المعدل واقدم السنه الجايه. فرفض قطعي، قال لي جرب. درست؟ جرب ولا تخسر سنة من حياتك تكون فارغ فيها، جرب إذا ما ناسبك لكل حادث حديث. فجربت وأنا متأثر نفسيا. ما سألت نفسك سؤال ليش الرفض دائما يجي من أبوك؟ رغباتك كورة، تخصص، بقاء؟ لا، سألت نفسي في وقتها. نعم. لكني اقتنعت أنها إلهام لفيصل. الرفض
إلهام لفيصل عشان يحقق طموحاته. ما كانت رفض. كم عمرك الآن يا فيصل؟ 23. تدري المفترض أنك لعبت في كأس آسيا مع المنتخب؟ ما تدري يا أخي، يمكنني في الدكة. لا شوف، أعتقد أنه كنت أساسي وصالح الشهري بديل لك. والله يمكن، شوف المنتخب الآن محتاج مهاجمين. محتاج. إيه. وأنا موجود. لو وقتها طلعت. إيه؟ ممكن كان موجود. ممكن يكون موجود فعلا. الله يسامحنا إياه. الله يسامحه ويطول في عمره. اللهم آمين، اللهم آمين. الخيرة دائما في مختار الله سبحانه وتعالى. هذا مزوح. يعني أهل تربة الطاهر زعلانين علي بسبب حسين أمس، أهل الطائف برضو ما أبغاهم يزعلون. أنا جالس أمزح، المشكلة أن المطار في الطائف، يعني أنزل الطائف وروح تربة. طيب فيصل، اندماجك مع أخوياك في البرنامج تأخر صح؟ صح. وش السبب؟ السبب أني أنا شخص ما اندمج بصراحة، ولا لي علاقات كثيرة برا. أنت واعي؟ لا، لكن ما لك علاقات برا كثيرة؟ ما لي علاقات برا كثيرة، أنا اجتماعي حرص. اجتماعك؟ حرص. حريص. اجتماعي حرص. حريص. يعني أكون حريص، وفي انتقاء الأصدقاء أكون شديد جدا. ليش؟ إيش 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 اللي ولد هالحرص بداخلك؟ ولد هالحرص إني شفت مواقف قدامي إنها ما عجبني الوضع العام، لأنك أي شخص تكون اجتماعي معه صديق وصاحب غير النصائح. مواقف حصلت لك شخصيا ولا؟ لا لا لا، مواقف حصلت لأشخاص قدامي. أها. فتعلمت منها. شخصية الحريص هذه متى وجدت؟ من زمان، تقريبا من يوم عمري 15 سنة. فيصل أنت أكبر الذكور؟ لا، خالد أكبر مني. خالد نمسي عليه بالخير. كم عمره خالد؟ خالد عمره 25. العمر كله إن شاء الله لك أنت وأخوانك وعائلتك يا رب العالمين. ذكرت يا فيصل، وأنت من الناس اللي أعتقد أنك ما تصرح تصريح لأجل التصريح فقط، بل أن تعني ما تقول. صحيح. ذكرت أنه بعض الشعراء لهم سقف واحد معين في الإبداع، يعني إن كتب في المجال هذا هو بيبدع فيه فقط، لن تلقاه في مجال ثاني. يا أما يتوقف عند هذا المجال أو يسقط في هذا المجال. فيصل وش سقفك، وهل سقط عليك ولا باقي؟ أول شيء، لكل شاعر مجال معين، في شعراء يكتبون على عدة مجالات، لكن لو أجيب لك قصيدته في المجال اللي هو مختص فيه وقصايدها الثانية بتشوف أن هذه متفوقة تماما. أنت وش تتفوق فيه؟ والله أنا أحيانا أندمج في جو الغزل والحب والفراق. أحيانا؟ غالبا. غالبا؟ غالبا. سمعني حاجة. طيب، اتركيني مع دموعي وهجريني، بس لا من حلي قلبك تعالي، والله انك ساكنة في موق عيني، ومفتديك بروحي وجاهي ومالي، بس ما في شيء والله في ديني، لا ذكرت الذكريات يضيق بالي، عاد انا يطغى على عقلي حنيني، والظروف تعني وتعل حالي، لا يزعلك الكلام وناظريني، والله انك غالية من راس غالي. والله انك غالية من راس غالي، صح لسانك؟ صحيح. هل شخصية الحريص هي موجودة حتى في الحب؟ ما ولا ما في الصداقات؟ ما عشت شعور الحب عشان. ما إيش؟ ما عشت شعور الحب عشان. إذا تنطق بلسان من؟ بلسان فيصل. بلسان فيصل. أي. وفيصل ما عاش هالشعور. في قصيدة؟ في كل حياتك. هل عندك أكثر من شخصية؟ لا. إذن. بس أنطق بلسان خيالي. طيب خلينا نشوف مقطع إذا تسمح لي. سن. وبشوف بلسان من جالس ينطق فيصل. سن. أعطوني المقطع يا شباب على الشاشة، في انتظاركم. أعطوني. ما في إلا واحد يا روحي. طيب فيصل، انتقائك للكلام لا يأتي إلا من شخص خاض تجربة، مهما يعني حاولت أنك تتقمص شخصيات. خلنا نشوف الشخصية اللي الآن في المقطع، من كانت شخصيته؟ أعطوني المقطع على الشاشة. صبحكم الله بالخير، فيها أبيات سابقة أقول في صدري من الضيق جمر مستثير، وفي مقلة عيوني ملى الدمع هدبي، وغير هوجس بلغنا تالي عصير، وأصور على أفكار وبليس في هبي، يا شهر نوفمبر ترى حملك عسير، وأنا الحمول يشيل هنة منكبي، لكن قلبي ويش أسوي بكسير، عندك جميع أحلامه
في عين أبو ظبي، واليوم ليلة عرسها يوم كبير، لكن نبي منها تحقق مطلبي قومي وفزي غيظي، يا لعدة كثير ولا يهمك يومها، كثرة تعبي يبيك مثل البدر، وهالليلة المنير وبيك بشعورك من أحسن ما أبي، يا عنك ريم عايش بستر وستير، يا غاية أحلامي ويا عز اطلبي في اللي جديلك لا يضايقك المصير، وقومي بوسط الناس ميلي والعبي، واللي مضى خليه في الماضي المثير، ترى في قلبي في سد جنب. تراك في قلبي وفي سد شنبي. صحيح. تفضل. والله هذه القصيدة في شخص من الأشخاص طلبني الموضوع هذا، بس أنا ما كنت متوقع أنه هو، طبعا من أصدقاء، بس ما كنت متوقع أنه خاض تجربة وعلاقة حب أبدا ولا 1%. كنت أفكر أن الجميع يعيشون هالتجربة له، لكن بعد فترة صدمني، كلمني في احدى المرات قال لي اطلع انا احتاجك. قلت ابشر. طلعت معه، قال لي انا عندي موضوع، يعني ما ابغى اصرح عن الموضوع هذا لاحد، وابي اصارحك فيه وابي اتكلم معك فيه، وانا ما صرحت لك الا ابيك تجهز لي ابيات، ولا لولا الابيات ما كنت بتدري عنها لا انت ولا غيرك. قلت له ابشر. كنت احسب بيطلبني في مناسبه، في شيء معين. قلت أبشر ولا تشيل هم مرة، والأبيات تجهز. فحكى لي القصة، قال إني عشت قصة حب 7 سنوات وما كنت بالنصيب فيها. إيه، وكنت راغب في الموضوع هذا، لكن ما صار بيني وبينها نصيب، وقفت بركابها. وترجمت فيها القصيدة. وبيك تشرح الموضوع هذا بالقصيدة. فأنا شرحت الموضوع، عطيت القصيدة، قلت له أطلع وقل القصيدة. يعني حرام صراحة، يعني معليش، بس حرام مثل القصيدة هذه تدفع في تفكيري أنا أن القصيدة هذه معليش لازم تطلع. طيب. فرفض، قال لي أنا ماني شاعر، ولو بطلع باسم إني شاعر بعدين بتحسب علي هذه القصيدة. يعني قصيدة ما تطلع إلا من شاعر يحمل اسم الشاعر فعلا، فبتوخذ بالحسبة. قلت له خلاص، وخليتها حبست الأدراج. بعد 2 تقريبا من السالفة أو سنة، ذقت مرارة ما ذاق هذا الشخص أبدا. فكلمته وقلت له بالله اسمح لي، أبي أقول القصيدة. فشاف أن الموضوع يعني قد اندفن وانتهى، قال خذ راحتك، القصيدة باسمك، ولي تبي تصرف فيه تصرف. فقلت القصيدة، وصراحة لحقها بعض الشكوك، خصوصا من أقرب الناس لي، ممكن من العائلة بعد. أقرب الناس لك والعائلة؟ أقرب الناس لي والعائلة. كثير ناقشوني في القصيدة هذه، وإلى يومك هذا والله ما صرحت بها لحد، لا لعائلتي ولا لأصحابي، ولا حملت لواء هذه القصيدة وتقدمت بها. واليوم؟ اليوم وجب أنك تذكر موقف القصيدة. وجب أني أوقف أذكر الموقف وأتكلم عنه، مع أني ما استسمحت من الشخص، لكن أبيه اسمح لي، مضى عليها وقت. شو اسمه؟ لا، اسمه ما أقدر أصرح أبدا. بس فيصل، كنت عايش القصيدة فعلا. أنا أول ما طلب مني القصيدة قلت له مستحيل، لأني أعرف شخصياً أن أي قصيدة تكون في الموضوع هذا لازم الشاعر يتقمص، مو بيتقمص، لازم الشاعر يعيش التجربة هذه علشان يكتبها بإحساس. لأنك أنت ترسل القصيدة هذه على شخص غالي، وبتحكي تجربة غالية عليك وعلى نفسك، فلازم تشرح الموضوع فيها بإتقان. فطلبني، قال لي تكفى، والله ما حكيت الموضوع هذا لك. باقي معكم في الاستراحة الشخص هذا؟ ما زال. طيب أخويا، تصرفوا، الموضوع عندكم، حققوا الموضوع، والله يكتب أجركم. إيش أصعب لحظة أو لحظة مرت عليك كشاعر؟ أصعب لحظة؟ والله في مواقف
كثير صعبة، لكن أذكر في مرة من المرات طلبني أحد الأشخاص قصيدة. فيصل معليش، أنت إلى متى وأنت تنفذ رغبات غيرك؟ والله أحب أسعى للجميع. ليس لنفسك عليك حق؟ نفسي أبدأ من الجميع. عطني قصيدة، يعني معليش الموقف هذا اللي قبل شوي ما باك تكمل، عطني قصيدة كتبها فيصل عاشها ما أستأجر فيها عقليا وكتب. طيب أبغى شيء صنع فيصل من تجربة أو شيء مر فيه عشان أقدر أناقشه ومعترف أنه هذا الشيء لي أنا. سلمت. عنز يا راسي بالنوايف هقاويك، ورقى سنود وفي حياتك تهنى، لا تلتفت فالهرجة اللي تخليك تطيح من عرض السماء والتدنى، احفظ مقامك فالحياة ومباديك، لا ترخص الأيام غالي ثمنى، ويلي تكثر بالسوالف حكاويك، تراك ما حركت مثقال منا، لا تحسبني عاجز عنك لكويك، لكن بحش ما مضى من زمنا، على كثر ما شفت وصف الردى فيك، ما قد ذكرتك غير بلي تمنى، نحفظ مقام الصحبة الله يعافيك، من يرخص الأصحاب ما هو بحنا. من يرخص الأصحاب ما هو بحنا. متى كتبها الشاعر فيصل بن نياف؟ هذه تقريبا قبل 9 شهور. قريب. إيه. إيش موقفها؟ والله موقفها حتى الأشخاص الله يهديه، يعني أنا عارف إنه من البداية ما هو مناسب للأخوة. للأخوة والصداقة. طيب. فما تكلمت عليه، خليته يعيش جوه بالعامية. فبدأ يدخل معنا ويحاول يشتت. يحاول يشتت بيننا. يجي فلان ويقول ترى فلان قال فيك كذا. جاء مفرق وليس جامع. أيوة، وفلان قال فيك كذا، وفلان تكلم عليك بكذا، وفلان بعد موقفك الفلاني ترى هرج فيك. فصارت فتنة. فعلا لاحظنا الفتنة بيننا وبين بعض، صار هذا يشيل على هذا وهذا يشيل على هذا. فسبحان الله، يعني حبل الكذب قصير، ما طولت واجتمعنا وجميعنا صرحنا ان هذا الشخص مفرق بوجوده. فكتبت له هذه القصيدة وارسلتها له، وقلت له على كثر ما شفت وصف الردى فيك، ما قد ذكرتك غير باللي تمنى. يعني انا حتى بيني وبين اخوياي كنت امدحك، وعمري ذكرتك برداك اللي انا اشوفه. أصبح خارج الحسبان الآن كشخص، وأصبح خارج التفكير حتى، ما هو الحسبان بس. الله يلي خذيت القلب، بسأل كيف حال قلبي معك وانتي معه متصاب. عطني القصيدة. يلي خذيت القلب، بسأل كيف حال قلبي معك وانتي معه متصاب، يا الفاتنة بنت الترف أم الدلال، يلي عيونك نعسات وشافية، صحيح قولت كل مقام له مقال، إلا مقامك يستحق القافية، قواعد التاريخ ما فيها مجال، إلا في يدك القاعدة متنافية، يعني دوام الحال شيء من المحال، إلا معك حالي بخير وعافية. لك ولا لغيرك؟ كتابة لك، لكن من عاشها؟ أنا. عشتها يا فيصل. عيشها أشوف. أي قصيدة لي سواء غزلية أو عتاب أو محبة، أنا أعيشها في خيالي باختصار. فدائما طيب. يقولون انك يعني يقال، وانا ارى هالشيء في نفسي، اني اتميز دائما يعني بـ 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 لكل شاعر ملهمه. ملهمه؟ لكل شاعر ملهمه. اي. وفيصل عاطفته جياشه جدا في الشعر. من ملهمه فيصل في القصائد؟ ملهمتي خيالي. كفايه تبلي للخيال. الخيال الآن يكلمني في الربيز يقول أنا بريء. لا فعلا والله أعيش هذا الموضوع واقع. الخيال. دقق على قصائد فيصل اللي يوصف فيها، تلقى كل يوم أوصف له شيء مختلف. ممكن فيصل عنده أكثر من خيال. طبيعي عنده أكثر من خيال. طبيعي إن الشخص ما يتخيل كل يوم. هل فيصل يوهم؟ لا. يسقي الوهم؟ لا أبدا، ولا أحاول أني أوهم نفسي، حتى دائما أحبط نفسي لكي تحبط نفسك لكي أصل لمراحل. بس توهم غيرك، ممكن أنك توهم الخيال هذا وتوهم الخيال هذا وتوهم الخيال هذا.
وكل خيال يجيك يركض يعتقد ان الموضوع عنده. بكيفهم الخيال يتفاهمون بينهم. اجمعهم في جروب واحد عشان يتفاهمون بينهم. شرحت الفرق ما بين الحب والإعجاب قبل أيام. نعم. أيهما يعيش فيصل؟ وشرح لي إيش الفرق بين الحب والإعجاب؟ الفرق بين الحب والإعجاب، الإعجاب دائما يكون مرتبط بالعين أو بالتفكير. الإعجاب مرتبط بالعين أو التفكير. الحب؟ الحب مرتبط بالقلب. بالقلب. أيهما يعيش فيصل؟ يمكن الاثنين. يمكن الاثنين. ليش ما يكون متأكد فيصل؟ لأني ما زلت تجس النبض. أجس النبض وأقمع الحب. تقمع الحب. ليش يا أخي؟ حاجة حلوة الحب، ليش يقمع؟ تشوف أنه حاجة حلوة؟ أرى أنه حاجة حلوة والله، لأن الحب مرتبط دائما بالسلام. تعيش قصة حب؟ لا والله، ولكنها حاجة حلوة. يعني أنا أرى أنها حاجة ما هي حلوة، لا 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 نفسيا ولا جسديا ولا عقليا. إذا تحرر. متحرر أنا عايش. غير صحيح. عايش. أنت مكبل. عايش مع خيالي. أقول لك رسالة. قل لي رسالة. من صديقك صدوق، أو صديقك اللي خالد الحجري. تدري وش يقول؟ يعني فريق الإعداد عندنا قالوا لو طلب منك رسالة توجهها لفيصل بن نياف، ذكر بالحرف: ابعد عن الحب يا ابو نياف واستمتع في حياتك، لنفسك عليك حق. اعطوني فيصل ايش تبون بوجهي. اعطوني فيصل. والله خالد الحجري كذاب في رسالته. اوصل له سلام من هذا المنبر واقول لي والله وجهك. ايش؟ وثانيا هم يرون ان فيصل عايش. صدق في رسالته ولا لا؟ هل رسالته في مكانها؟ صدق. صدق. خلاص، شكرا لك يا خالد الحجري، وسلامي عليك واهل السلطنه كلهم. اهل السلطنه يذكرون دائما الحق استاذ فيصل، فلا بد ان تتحرر عقليا. متحرر عقليا. ما احاول اني افكر في هذا الموضوع بشكل رسمي اكثر من تفكيري في نفسي وفي حياتي. عمل هايم مع حمد الراشد، فنان حمد الراشد. العمل الوحيد المنتج لك كشاعر. ليه يا فقير في العطاء أو بخيل في العطاء؟ أولاً فيها أعمال. تدري شو اللي يزعل؟ وش؟ أول قصيدة لك على السوشيال ميديا ما لها 5-6 شهور أو 7 شهور، ولك 7 سنوات في بحر الشعر. أبشرك أني لولا أحد الأشخاص الله يذكره بالخير ما اقترع علي هذه الفكرة، يمكن ما تشوفها. ليه 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 تخليها في الخفاء؟ أصارحك؟ جداً فعلياً ما كنت أرى أنها مناسبة تظهر في السوشيال ميديا. موهبة الشاعر قصدك؟ لا. إذن قصايدي. قصايدك ما هي مناسبة للسوشيال ميديا، مناسبة لإيش؟ أرى أني ما وصلت لمرحلة أني أدخل السوشيال ميديا كشاعر. إيش تبغى تدخل؟ ما فكرت أني أدخل السوشيال ميديا أبدا. ليش جاي طيب للبرنامج؟ بعد ما طرأ علي الفكرة لقيت القصايد قبول. طيب إلى متى بيستمر فيصل في هالبخل؟ ما هو بخل. أنا مشكلتي دائما أحبط نفسي وأحطمها. هذه مشكلة. إيه؟ يعني قبل شوي كنت مع الأستاذ سامي الحمود، الدكتور سامي الحمود، يعني سولفتوا عن الذات وكبح الذات وتربية الذات تحرر. فأنت خلقت لتكون في الأول يا فيصل. الله يطول عمرك. أتكلم كموهبة ولا اسمك وقبيلتك هي في الأول دائما وأبدا، ولا قصور في الباقين؟ لكن كموهبة هي ما وجدت فيك عشان تبقى في الخفاء. أولا الموهبة كان عندي انعدام ثقة فيها. في الموهبة ولا في نفسك؟ في الموهبة، لكن تجدد من 6 شهور. من 6 شهور تجدد، والآن وصلت لمرحلة أني أثق أن فيصل شاعريته لا يختلف عليها اثنين أبدا. ترددك في إظهار موهبتك الشعرية، هل لأن فيصل أو موهبته تعرضت إلى نقد من محيطه؟ إذن إيش اللي زرع الخوف؟ كلهم أصلاً يعني معززين لهذا الموهبة. تخاف من العين؟ يقال أنها وصلت بعد العين. أصابت في من؟ فيني. بسبب؟ بسبب الشعرية. أكاره للقصيد المنبرية فيصل؟ أو ترى أنه لا يضيف للشخص، أو أنه يحرق قصيدة؟ ولا يضيف للشخص ولا 1% أبدا.
المنابر الكبرى، المنابر الكبرى لا لا أتكلم عن مناسبات زواجات، ما أنت محب لها مناسبات الزواجات صراحة أني غير مقتنع فيها تماما، وأرى أنها ما تضيف للشعر ولا 1%، لأني تعبت على قصائد كثير، لو غيرت فكرتها إلى قصائد عامة أو اجتماعية نجحت نجاح مبهر. قدمتها على منابر؟ قدمتها على منابر ولا لقيت قبول منها إلا 2 أو 3 أشخاص كلهم شعار وأعرفهم. والباقيين؟ والباقيين طبيعة شعر المنبر ما أحد يسمعك، يعني في حفل زواج أو في حفل مناسبة وتلقي قصيدة على المنبر ما أحد يمك. بس ممكن تخدمك ماديا؟ ولا خدمتني حتى ماديا. ترى فكرتك أنا مؤمن بها، يعني في الزواجات الجميع كل اللي يسولف مع الثاني، كيف تحس القصيدة أو الحفل المنبري كله ضايع؟ أكيد لا الزواجات ما حد منتبه إلا تلقى 4-5 كلهم شعار. يعني أنا بالنسبة لي أنا إذا دخلت حفل حتى لو ما أعرف الشعار اللي طلعوا على المنبر ولا سبق أني واجهتهم لازم أسمع قصايدهم. ومشكلتي في الفترة الأخيرة أصبحت ناقد شعري؟ شعري. مشكلة ولا إيجابية؟ أراها مشكلة. من آخر من تعرض لنقدك؟ شعريا؟ نعم. صقر. صقر بن بلال؟ نعم. إيش كان النقد فيه؟ كان نقد بيني وبينه في إحدى القصائد، وأنا أبو سعيد دائما شاوره هو يشاورني، مرجعنا البعض. يعني. تقبل نقدك وآمن فيه ولا؟ عاد أنا وجهت لنقدي إذا بيتقبله وبيأمن فيه بيضل وجهي، إذا ما بيتقبله هذا رأيي الشخصي وبكيف. بعدين الشاعر لازم يكون عنده قناعة، ترى قناعة. إيش القناعة؟ قناعة قوية في شعريته. إني أنا الأول. إني أنا الأول وإني مو بأي أحد ينتقدني أعدل. وكأنك تقول صقر بن بلال ما عليك من نقدي تراني أي أحد. لا. لست أي أحد. طيب ما ترى إنه تولد من هذا الاقتناع أو القاعدة اللي في بالك أنك لذلك ترى نفسك الشاعر الأول في المجموعة؟ نعم. حتى لو كنت على خطأ؟ في نفسي أنا أرى نفسي الشاعر الأول في النسخة. غرور ولا ثقة؟ ثقة. قد تتولد بعدها غرور. عمل نرجع للمحور اللي قبل شيء، بس عمل هايم، متى كتب؟ والله اني ما اذكر بالضبط، بس قريب مره. هل اهدي لمن او اهدي لشخص؟ اسمعني عمل هايم. الهنوف اللي لها في الصدر جره، هايم في حبها واعشق ذويها، ودي الحلها الاحنال مره، واطرب الاسماع في حزه مجيها، من لقاها ما عرف معنى المضره، ومن فقدها تحتريه ويحتريها، عنقها شبرين والمجدول غرة، وابتسامة تفتن بغمازتيها، لو يعرف عودها الميال تم الحسم مرة، وضحكته تقتل فؤادي ويل أبيها، لو يعرف الضيق وجهه ما يمره، لكن أظنه يجي مفتون فيها، دره وزينه كذا لله، دره تحتوي كل الجمال ويحتويها، أنت أجمل بنت عاشت في المجرة، راضي إن الله يحاسبني عليها. صح لسانك. السكري ايش قصته مع فيصل ومتى اصيب فيه؟ والله مرض السكري اصبت فيه تقريبا قبل 7 أو 8 أشهر تحديدا في العيد، عيد الفطر الماضي. ذكر لي انه بسبب صدمه. صحيح. ايش اللي حاصل؟ صحيح، كان بسبب صدمه في ليله العيد، ليلة 29. كنت مار مع إحدى الشوارع في الطائف، ففجأة لقيت الشارع مزدحم وقدامي حادث، فوقفت نزلت من السيارة طالعت في الحادث، ما حبيت إني أسبب شوشرة واجتماع، فقلت برجع للسيارة. أول ما لفيت يمين كنت راجع للسيارة شفت واحد من عيال عمي كأنه مرتبك، فجيته ولا حتى عرفت السيارة أبدا، كيف الحال؟ وش فيك؟
قال لي العيال صادمين، اسمه ماجد اللي انا جيته. ايش فيك يا ماجد؟ قال العيال صادمين. العيال صادمين من صادم؟ قال لي فيصل ومشعل. هنا انصدمت، ولا صدقته واهتميت الكلام، فرحت اركض. السيارة من قلبه، ملامحها مختفية لدرجة انك ما تدري وش هي. السيارة من قلبه وملامحها مختفية تماما. ف جيت اركض، اول ما ركضت شفتهم طايحين، واحد منهم كان منستح، الثاني كان على بطنه. فجيت للي على بطنه قلبته. ابدا ما هو الشخص اللي انا اعرفه، كان وجهه كله دم وملابسه متشققه، ولا عرفته ابدا. فمسكته مع يدينه وهزيته. مسكني واحد من الاشخاص اللي وراي، قال لي لا تحركه خله. قلت له وخر عني. ركضت الشخص الثاني، شوفه منستح، وخرت شعره، فعلا عرفت انه مش فلان وفلان، عرفت انه مش يعني موقف صدمه وتعيشه في ليله عيد، وبيكدر النفس ويضيق الخاطر وبيعيشك شعور سيء جدا. غير انهم شالوها من المستشفى. بالنسبة العيد كيف عشتوه يا فيصل؟ وأسأل الله أن الله يقومهم بالسلامة يا رب العالمين. العيد كيف كنتوا عايشينه؟ الله يفرج همهم، يكتب لهم كل خير. العيد كان عيد أبدا ما عشنا طعم الفرحة فيه أبدا، ولا وحاولنا أصلا يعني نقدر الشعيرة من شعائر الله اللي هو العيد، لازم انك تفرح فيه وتعيش فرحته. فوالله مر عيد صعب على الجميع جدا، يعني امهاتهم كانوا متأثرين جدا، ولا عاشوا طعم العيد ولا اجتمعوا معنا. وفي احدى الايام طلبناهم واجتمعوا معنا، وقضينا الليلة كلها بكاء. فكان الموضوع صعب. وبعد تقريبا اسبوعين حسيت بأعراض سكري، وما كنت متوقع أبدا، ولا كان عندي توقع ولا 1%. إلا في أحد المرات كان عندنا ضيوف، أول ما طلعوا الضيوف شافتني الوالدة أركض أدور مويه، فانصدمت. يعني أول مرة فيصل يركض في البيت قاعد يدور مويه. قالت إيش فيك؟ قلت أحس إن فمي جاف واحتاج عطشان، احتاج مويه. قالت لي تعال بحللك سكر. رفضت، اطلبتني قالت بس هالمره حل تبشر. جيت وحللت السكر لقيته 570. يا الله. الطبيعي طبعا من 120 الى 140. انت 570. امي انصدمت، فقالت لي لازم تروح مستشفى. فكنت متخوف ولا حبيت اني اروح المستشفى ابدا. فطلبتني قالت اذا لي غلاء عندك لازم تراجع المستشفى. ورحت وكشفت؟ رحت مستشفى وكشفت. التاريخ الوراثي ما في شيء؟ يعني المفترض انه وراثيا ما هو بسبب الوراثه؟ ابدا. عمر ليس في بدايه عمرك؟ ابدا. يعني كان تحليل الدكاتره انه بسبب صدمه؟ كان تحليل الدكاتره انه بسبب صدمه، لان العمر في سن متوسط، ما هو في سن صغير يكون بسبب الوراثة، ولا هو في سن كبير يقولون بسبب السن أو بسبب وأرجعت الأمر بعد الله سبحانه وتعالى إلى أمر هذه الصدمة اللي مريت فيها. صحيح. بسبب قالوا لي بسبب أصلاً. أول سؤال طرحوا لي بعد عدة أسئلة قالوا لي تعرضت لصدمة. قلت لهم صحيح. إيش كتب فيصل في 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 في, في مرضه أو إصابته بالسكري؟ أقول يا مغريات أحلامي اللي تراكن، يا مغريات أحلامي اللي تراكن، خلف الضلوع العوج بين غرضها، لو تستريح عيوني اللي تباكن، ما يستريح اللي بصدري فرضها، من غيبتك
ضاقت علي الأماكن ونفسي عجزت من الجروح انتهضها حاولت أعوض مر الأيام لكن هذه نتائجها وهذا عرضها. صح لسانك. صح لديك. هذه نتائجها وهذا هذا عرضها. عرضها. مريت في عزلة وسحابة اكتئاب في ذيك الفترة بالذات. صحيح. ما حاولت أنك تلجأ إلى طبيب نفسي؟ والله أني فكرت لكن العزلة جتني بسبب ردة الفعل على المرض. يعني أنا كنت في اعتقادي أن الأمر الحمد لله من الله وبسيط، بس ردة الفعل من حولي أصدمتني جدا. يعني تقريبا من الوالد من الوالدة من أي شخص، أنا ما صرحت أبدا، حتى تقريبا الأشخاص اللي حولي ما كانوا يدروا، بس أول ما دروا شفت ردة فعل صادمة. يعني الجميع حسستك أنه معلش أنا أجيبها بالعامية أنه حياتي انتهت. مو حياتي انتهت، فقدت ألوانها. أحس أني يعني فقدت أشياء كثيرة في حياتي، أحس بانكسار، أحس ما ودي أقول ضعف، بس أحس أن فيصل تغير، فيصل ما كان فيصل الأول، أشياء واجد في حياتي تغيرت بسبب إصابتك بالسكر. بسبب إصابتي بالسكر تجاوزت هالأمر الآن ورجعت فيصل اللي كان ما قبل السكري. الناس اللي الآن اللحظة هذه أو لحظة تشوفهم لنا مستقبلا أصيبوا بالسكر، فيصل إيش يقول لهم؟ والله أقول لهم الحمد لله ترى الأمر جدا جدا بسيط، وأنا لي الحمد لله من فضل ربي تقريبا أكثر من 4 شهور موقف علاجات ولا أحس بأي تعب من فضل ربي. أحيانا يجيكم توتر بسيط، يجيكم ضغط. طب العلاجات إيقافها جاء بعد مراجعة الطبيب وبعد. صحيح صحيح صحيح، كل شيء لازم تراجع مع طبيبك، ما لا تتخذ الأمر هين، لا تتخذ أي قرار. الأمر هين بالنسبة يعني. لي أنا لا أقصد أنه أحيانا وقت الصدمة نعيش لحظات فيها انكسار فظيع، وبعد أيام نتجاوز هذا الأمر ونصير نضحك على 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 حالنا قد إيش كنا شايلين هم. صح. والأمر أصبح بسيط، وكلنا كلنا في اللحظة هذه واللي يشوفها الآن كم مصيبة أو كم أمر حزين مريت فيه وشلت هم كبير، والآن بعد تجاوزك له تقول أنا كيف كنت عايش هذيك اللحظات بهذا العسر. والله من رمى همه على الله سبحانه وتعالى أن تصير الحياة في عينه سهود ومهود. صحيح. كل أمر زائل، كل حزن زائل، إذا رميت ثقتك على الله سبحانه وتعالى لن تخذل. بس ما زال في تغيرات في شخصية فيصل بسبب المرض. للأجمل؟ أنا أرى أنها للأسوأ. مثل؟ ما كان فيصل هادي أبدا. ما كان هادي أبدا، ولو تسأل أي شخص مقرب. بس برضو الشخصية الهادية تراها ملفتة. ملفتة وحلوة، لأن المجتمع فيه صخب. لكن كنت أنا من أهل الصخب. معليش، من تمثل شخصيتك فيه قبل إصابتك بالسكر من اللي في البرنامج من زملائك؟ ممكن تكون قريبة لشخصية من؟ والله ما أرى أن في أحد. ما في أحد كفء أنه يكون؟ لا ما هو كفء، كل شخص له شخصيته متفرد بها، لكن أنا أرى أن ما في أحد مثل شخصيتي. طيب أنت؟ أنا كنت معاند جدا. طيب هذا شيء سيء تخلصت منه الحمد لله. لو تقول لي شيل الموية ذي شلتها وحطيتها. أنت ندمان أنك فقدت العناد؟ إيه. كيف تندم على شخص يعني صفة ما هي مرغوبة كثير؟ كنت أحب الصفة هذه فيني. الحمد لله انها راحت منك، لان ممكن اقول لك تعال فيصل معي حلقه تقول لا ما ابغى اطلع معك الحلقه، بعدين اقعد حزين انا. ممكن. الله يطول بعمرك، قول امين يا فيصل. تمنيت السكن في الرياض ولا زلت تتمنى انك تكون من سكان العاصمه. صحيح. ليش؟ والله بسبب محبتي لها. تحب الرياض؟ لا، ارى ان الرياض من غير قصور في المناطق الثانيه منطقة متكاملة جدا للعيش. ايش سبب حبك او رغبتك في سكن الرياض؟ حبي للرياض. من اللي يدعم هذا الشيء نفسيا عندك؟ ما في احد داعم. ايش الاشياء اللي تجذبك للسكن في الرياض؟ ابدا ما في احد داعم نفسيا الا نفسيتي انا، هي الداعم النفسي. تتوقع الوالدة بتكون راضية عليك انك تنتقل من كنفها والوالد؟ خاصة ما في شيء ملح، يعني ما في وظيفة او دراسة. الوالدة ممكن تقتنع، بس الوالد صعب الموضوع. صعب. الوالد بيقتنع في حالة واحدة بس، لو كانت دراسة ولا الله يرزقك ولا شيء وظيفي.
أو يرزقك بوظيفة إن شاء الله في الرياض الله وتستمتع بتواجدك اللهم في المكان اللي ترغب فيه. إلى متى نعيش في حب وفراق؟ أطلق صراح الحب وأطلق صراحي. هذا سؤال طرحه فيصل يوم من الأيام. لا زلت تسأل نفسك السؤال؟ لا. لا شكرا. في يوم من الأيام اعتقدت إن أو أعتقد أنك تعرضت لكسر في ظهرك، صحيح؟ كسر؟ إيه. ما هو كسر، بس ممكن تكون رضة قوية. رضة؟ من اللي رضك الله يبيض وجهه؟ إيش السبب؟ أنا واحد من العيال الله يهديه كنت طالع معه مرة من المرات على سيارته. طيب. وكان ماخذ السيارة وأبوه ما يدري عنه. كنا في البر وبيستعرض مهاراته، يستفرد عضلاته، استسود. اي قال لي في لفه كذا، قال لي بدخل اللفه، طبعا عقم ولفه صغيره بس شبك. قال لي بدخل مع اللفه دي. طيب لا يا مسلم حد شوي، دخل مع اللفه لعلها هجت به، ضرب العقم بصندوق السياره، حذفت من السيارة تقريبا، حذفة وقفت. أنا ضربت فوق في التندة وضربت في المساكة حقت اليد. كم عانيت من هالرضة؟ والله عانيت منها تقريبا فترة تقريبا لا زال صاحب هذا الشخص ولا خلاص؟ لا زال صاحبي. طيب عبد الله السميري الشاعر الكبير اللي نمسي عليه بالخير دائم تكرر قصيدة له. إيش هي القصيدة؟ مدري نسيت مطلعها، ما يقول يا ابن نجم ما للحمول الكايدات الا الجمال، انت الحمول الكايده يا ابن نجم تشتالها، ارد على عد الرواء واعنز على صم الجبال، مالي ومال قصارها مالي ومال اطوالها، واذا انخفض وزن الذهب ولا رخص سعر الريال يا كثر ناس ما نعبرها ولا نلجالها، بس انت عندك هالشداي الدلع جنب وراس مال، لانك ولد غالب دروب المرجله ورجالها، على العموم الوضع عادي بيننا والشك زال، وبعض السوالف عنه تكرم لحيتي وسبالها، وانا على فكره من امس يدور في بالي سؤال، ليه الرجال اصبحت فاخرها بروس اموالها، وطويله القصيده. هل تتمنى ان هالقصيده لك؟ ايه. هل في قصيده ثانيه تتمناها؟ ايه. وش هي؟ قصيده وصل العطياني اللي قال فيها؟ قال المحبه ما على خطها لوحه رجوع، كود للمريخ لوحه على خط ضرمه، انشد اللي لعاه الحب واعلم بالخضوع، وانشد اللي بايع الروح بالماء والهما، كنت من زود الشقاوه ومن شين الطبوع، عن هذا الجنحان واحوم من حوله الحمى، لين وقعت بمتاهات ما منها طلوع، الوكاد ان اقرب الامثله لازمه عمى، احمد الله يوم ما رحت في سيله الربوع، واخرتها رايح في هواء عذب الماء، ما شلع قلبي وطير معه خمسه ضلوع، غير عين ان تطرح الطير من سابع سما، كل ما نظرتها قلت يا بخت الدموع، الدموع اللي تبختر على خدة خما، يا غناتي والله إني عليك أضمى وجوع، لأن أشوفك تملع عجوع ولا ضمى، ودي أولع لك أصابع كفوفي شموع، ودي أنزهك عن كل مخلوق، إنما الصلاة اللي ما فيها سجود ولا ركوع أتذكرها وينشب لساني فالجمى، بس لي مطلوب واحد وأنا رجل قنوع، طهريني من غث الأرض وخذيني سما، طهريني من غث الأرض وخذيني سما. أنت جالس تعترف بس ما تعترف في صداع ماراثون. إيه. لم تكن محب لهذا البرنامج. أنا قدمت على ماراثون. وقبلت. وقبلت. ورفضت المشاركة. رفضت المشاركة لأن فكرة البرنامج ما عجبتك. ما عجبتك. صراحة. إيش اللي ما عجبك بالضبط؟ فكرة البرنامج إنك تحضر ست ساعات وتكون على فترات متقطعة، ومجموعة أولى ومجموعة ثانية، وبتتأهل عدة أشخاص يعني بطول المشوار، وما كنت راضي عن الفكرة، كان طموحي زد رصيدك، فاستمعت للبث، كان في أبو عبد الله سعود العتيبي أتوقع فهد معيان، نمسي عليهم بالخير جميعا، قالوا إن في قبل زد رصيدك تقريبا فترة قبل أسبوعين إيه بتكون مقابلات شخصيه، و اخذت منهم وعد انه تكون في قبل الحلم. ما كلمتهم انا بس شفتها، يعني شفتها في البث، يعني ضحيت بفرصه ربما انها ما بتحصل. ضحيت بفرصه وكنت مقتنع اني بحصل على فرصه، كنت واثق.
جدا. وجدت الحمد لله. الحمد لله. لو رجعت من الأيام شوي شهر وراء، والله مو بشوي شهر كثير، لو رجعنا شهر وراء يا فيصل أو شهرين طمعنا، إيش ممكن فيصل يغير في شخصيته في هالبرنامج بما أنه شارفنا على النهاية؟ والله أنا مقتنع تماما في شخصيتي في البرنامج وراضي عنها وحابها. وشوف يعني أنا بوصل رسالة، ترى الشجاعة أو المرجلة أو إلى آخره ما هي بكثرة الكلام أو بالمطامرة الزايد، فطبيعي خلك تبي تكون شجاع خل عندك هدوء وحياء، بس هدوء وحياء وحياء. والله في ناس كثير فاقدين هالشيئين اللي هو الهدوء والحياء. والله اللي فاقد هالشيئين صدقني انه فاقد الشجاعة. الهدوء ترى غالبا الهدوء الزايد ما ينفع، لذلك اعرف متى تكون هادي واعرف متى تكون متحرك. كم شخص يملك الشجاعة في البرنامج؟ من المتسابقين ولا من المتسابقين؟ من المتسابقين على وصفك من فقد الهدوء والحياة فقد الشجاعة. نعم 26 كلهم يملكون الشجاعة. ايه. مرة الوصف ما هو راكب مع شخصيات في بالي. بالعكس أنا أشوف أن الشخصيات جميعهم فيهم حياة. فيهم حياة. ايه. إذا امتلكت الحياة طبيعي أنك تبي تمتلك الشجاعة، إذا استحيت بتمتلك الشجاعة، لكن إذا وجهك بارد. وجهك؟ إذا وجهك بارد معلش. بارد يا زين البارد يا زين الظاهر ويا زين واحد. وش يعني لك يا حبيبي؟ طبعا يعني لك شيء الكثير، ولكن ماذا غير في شخصية فيصل فقدانه لعمه الوحيد نايف عسى الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته؟ الله يغفر له ويرحمه. والله يعني لي الشيء الكثير، يعني أنا شخصيا ما عشت شعور وجود عم. إيه وجود العمان والاجتماع معهم والوناسة اللي تصير معهم، وخصوصا بعد أبناء العم. يعني ناس كثير، أنا في ناس كثير في حياتي مسميهم عيال عمي، لكن بالفعل فعليا ما هم عيال عمي. حتى يوم أذكر لك السالفة اللي تو صارت الحادثة ما هم عيال يعني عمي. مش أولاد عم، ما هم أولاد عمي عم اللي هم أخلاب. إيه أخلاب، لكن من فقدت هذا الشعور صرت أسمي أصحاب أبوي المقربين عمان. توفى جعله في الجنة، وكم عمره؟ كم عمره؟ نعم والله تقريبا 54 أو 55. الله يجعله في الجنة. وش قال فيصل عن كذبة إبريل؟ أقول يا ليل طال الوقت والوقت يا ليل، يا ليل طال الوقت والوقت يا ليل، تنزف به جروحي وتبكي عيوني، حتى لو أني مرجال مشاكيل ألقاه يا وقتي حرك شجوني، تعب تجر الحونها والمواويل، حتى لو أسلى عنها يسهلوني، وأنا مدور من وراها محاصيل لانعجابك يا سبايب جنوني، يم العيون أن أعسات المضاليل اللي سهومك بالهواء صوبوني، سحرني اللي لانتثر كأنها الليل، وعذبني اللي تحديك ألمتوني، جمالك اللي فيه لو قيل ما قيل ما يوصلون النظرة في عيوني، قد شافوا أجمل منك ذي كذبة إبريل، ما فيهم أجمل منك يا كل كوني. صح لسانك. صح يديك. الله يعين إبريل وباقي الشهور عليك. كلمة التمني بالنسبة لفيصل فيها يأس وفيها أمل، صحيح؟ وش قلت في التمني؟ إلى متى عايش على مفردة ليت؟ وإلى متى بين الرجاء والتمني؟ أخذت مني كل شيء وخليت دمعا على ذيك الليالي شحني، ما كنت أعرف أن المحبة تناهيت، لو كنت أعرف أن المحبة تناهيت ما كان في لحظة تمكنت مني، خديت مني قرب عفته وصديت، خليت نظامي وخيبت ظني، حتى لما أصبحت ولا ليمسيت دوافعي من يم حبك دعني، ويكم والله في سبيلك تفانيت، ولا هقيت إنك بيوم اتخذني، وذي غلطتي والله يوم إني تهقويت، والحب يوم الحب رمح طعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أني مستمتع جدا على هالحلقة، فيها كمية قصيد بس فيها كمية جنون في نفس الوقت. وش أتمنى فيصل الآن في البرنامج ولا خارج البرنامج؟ بشكل عام، ما هي الأمنية اللي يتمنى فيصل تحقيقها الآن؟ والله الأمان كثير. أبرزها؟ المركز الأول. المركز الأول، فالك كل توفيق. الله. أستاذنك يا فيصل، هذه قصيدة من غالين على قلبك.
ورأيت أن من واجب أنك أنت من يقرأها الأحرف أحرف والدك واللسان لسانك في نطقها. طول عمرك. تفضل. طرى طرى على بالي وأنا حول مركاي أبدع بيوت الشعر وأرسل تحايا ووجه أبياتي وقافي ومعناي لزياد وضيوفه بفقرة زوايا وخص أبو نياف في لب مغزاي ذيب على المرقى ذيب على المرقى ذيب على المرقب يجاوب عوايا أوصيه بالتقوى هذا كل رجواي لو كان ما يبغى السنافي وصايا واحفظ مقام الربع واحفظ مقام الربع عن كل شناي بالطيب قابلهم وطيب النوايا خلك بعيد شبوح يا سيف يمناي الطايلة تبغى وساع النحايا لا تلتفت في دون وضعيف الراي ولا تعتزي بالله شوه للحكايا. يا سلام صح الله لسانك وبيض الله وجهك وبشير بسعدك وبإذن الله لتشوف عجب عينك واللي يرضيك من فيصل ومن زملائك كلهم بإذن الواحد الأحد. الله يمسك بالخير يا أبو فيصل أو أبو خالد عشان ما نسبب مشاكل عائلية. لا خل أبو فيصل اليوم بس. كيفك أبو فيصل؟ الله يمسك بالخير وصح لسانك النايف ولك فيما تحب وفيما تعبت في تربيته إن شاء الله خير أنت وكافة عائلته. فيصل ختاما عندي رسالة بوجهها لك من شخص يقول استمر وترى النجاح قدامك وانت ناجح من أول وراح تزيد فوق النجاح نجاحات بإذن الله. أما عني والله أني معك واحتزم بي ورقى سنود يا رفيق الدرب مصعب آل مغرم. ونعم والله ونعم أبو أحمد. الكاميرا أمامك الآن يا فيصل، إيش اللي في خاطرك لمن يحب ويتابع ويتمنى لفيصل كل خير أكيد؟ والله أول شيء أشكرك أخوي زياد على هذه الحلقة الجميلة اللي أنا استمتعت فيها شخصيا، وأقول للجميع أبشروا وبسعدكم بإذن الله ترون اللي يعجبكم يرضيكم واللي قدمناه بإذن الله أنها عجبكم ورضاكم، وأدري أننا مقلين فالقصائد قليلا لكن بإذن الله بتشوفون اللي يرضيكم بإذن الواحد الأحد. وأشكر أخوي مصعب الله يطول في عمره يبيض وجهه و يسير على خطى الشعار الكبار أبو أحمد، وأثق فيه تمام الثقة أنه يقدم المحتوى اللي عنده بأفضل صورة. ولا تشيلون همنا ووصل سلام إلى العائلة جميعا وأشكرهم على دعمهم لي أولا وللجمهور العزيز، وأقول بيض الله وجيهكم وبإذن الله تشوفونا على ستيج النهائي حاملين المركز الأول بإذن الواحد الأحد. الله يوفقك يا فيصل تبارك الله، ثقة هدوء جنون مدروس تفرد بالشخصية، الله يزيدك ولا ينقصك رب العالمين. الختام هالمرة مش عندي عندك فيصل بقصيدة مختارة، أما بالنسبة لي أنا استودعتكم الرب حتى ألقاكم كونوا بخير. فيصل الختام عندك بقصيدة يا أبو. قال حسن يقول الفكر يا منصور كثرة الطواريه ورشاي عن خبلان خلقه طويته مبدي خفايا إلا الرجال نغليه شرواك ولا فالضماير كنيته والعلم قرضة ملح لجيت ببديه وانت الوحيد اللي عليه اشتكيته مرفع وضيع الناس عن موقع فيه ولرخي عظيم الشان لو ما لفيته كل على منزاله اللي مسويه مطفف الكيلة بقول نقيته ومن لا هداها الرب ماني بهاديه ومن طاعني فالشور شوره خذيته فصلتها للي لبسها وتزهيه عن الهدف مخطيه لا من رميته من شك في نفسه وقال اني يعنيه يقيسها وان جات قده عنيته ماني متعذر ولاني امراعيه وماني بعاني النشامة البيته تم الكلام وجمل الله معانيه ورسلتها للي مجملها صيته. صح بديك زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك.